ثلاث طلبات توست. توست مقرمش. فرنش توست ولا بلدي؟ فرنش. نقدم فطار. ازاي جات لك الفكرة الجبارة دي؟ عادي، مطعم الخروف المشوي بيفتح على ميعاد الغدا. قلت لك دور على حاجة ما بيعملوهاش واعملها انت. شكرا قوي يا صاحبي، شكرا لانك وقفت جنبي لما كنت محتاج لك قوي. هما للصحاب لازمتهم ايه يا صاحبي؟ يلا عندنا شغل، لازم ناكل الجعانين دول. وانا تحت امرهم. اسمع، ايه رايك لو نلعب كينج ودي بعد الغدا؟ ملك الكينج يقبل التحدي ويرضى.